شارك معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفه وزير الخارجيه في اجتماع مجلس وزراء الخارجيه التحضيري للدوره الرابعه عشر لمؤتمر القمه الاسلاميه تحت عنوان قمه مكه يدا بيد نحو المستقبل والمنعقد في مدينه جده بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه وقد ناقش الاجتماع التحضيري القضايا المدرجه على جدول اعمال القمه الاسلاميه التي ستعقد يوم الجمعه بمكه المكرمه ومشروع القرار المرفوع للقمه الخاص بالقضيه الفلسطينيه، كما تدارس وزراء الخارجيه البيان الختامي الذي سيصدر عن القمه، حيث سيتناول كافه القضايا التي تهم الدول الاسلاميه، ومن اهمها تعزيز التعاون لمواجهه التحديات المختلفه، ومكافحه العنف والتطرف والارهاب، وغيرها من القضايا السياسيه والاقتصاديه والتنمويه.